والآن مع جولة من أهم الأخبار الاقتصادية والعالمية. الجولة الاقتصادية ورجائي رمزي، إليك رجائي. شكرا يوسف، شكرا إلهام. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش الذي أوضح أن مصر تعد موطنا لثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرات وحجم الإنتاج. وتظهر التوقعات أن مصر لديها أحد أكبر معدلات النمو ما بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أكد التقرير على اتخاذ مصر والاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال شراكة استراتيجية بشأن تطوير الهيدروجين المتجدد وإعداد مصر للانتقال العادل للطاقة. أعربت المملكة العربية السعودية عن عزمها ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة كتأكيد على الإمكانات الواعدة التي تقدمها سوق الاستثمار المصرية. وأشاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان بالإمكانيات الواعدة الموجودة بمصر على رأسها عدد السكان والموارد والمقدرات الطبيعية، مؤكدا أن مصر لديها ما يؤهلها لتكون دولة اقتصادية عظيمة. افتتح وزير البترول طارق الملا أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ذلك في إطار تدعيم خطة الدولة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في السيارات من خلال توفير تطبيقات وحلول غير تقليدية. أوضح الوزير أن المركز يتميز بتوافر جميع مكونات أطقم التحويل والمعدات والعدد اليدوية المستخدمة في عملية التحويل في سيارة واحدة متنقلة. على جانب آخر، تم اعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز غازتك عن عام 2022. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط معوضة بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، حيث هدأت الأسواق بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية السويسرية تقديم إنقاذ مالي لبنك كريدي سويس. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 1.2% إلى 74.54 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.1% لتسجل 68 دولار 35 سنتا للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.79% لتصل إلى دولارين 2.58 سنتا، فيما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 3.2% لتسجل دولارين 2.5 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت الأسهم الأوروبية مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر بعد حصوله على مساعدة مالية من البنك المركزي السويسري، ما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، على الرغم من أن الحذر ساد قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة. صعد المؤشر ستوكس بنسبة بلغت 0.9%، فيما انخفض المؤشر نحو 3% خلال الأسبوع، حيث أثار انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي مخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي، أدى إلى تدهور أسهم البنوك، فيما تعافى سهم كريدي سويس بصعوده 28% بعد أن قال إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري، وذلك لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين.
هذه الوقفة الاقتصادية. عودة مجددا إلى الزملاء يوسف وإلهام، إليكم رجاء رمزي. شكرا لك.